مرحبا يا أصدقائي، هل تعرفون ما هذا؟ نعم، أحسنتم، إنه حرف السين. تعالوا معنا لنتعرف على مجموعة من الأشياء التي يوجد بها حرف السين. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنها ساعة. كلمة ساعة تبدأ بحرف السين. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنها سيارة. كلمة سيارة تبدأ بحرف السين. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه أناناس. كلمة أناناس يوجد بها حرف السين. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنه عسل. كلمة عسل يوجد بها حرف السين. أين يختبئ حرف السين؟ هيا يا أصدقائي، أين هو حرف السين؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو حرف السين. انظروا يا أصدقائي، هذا هو حرف السين. لقد اختبأ حرف السين. في أي صندوق يوجد حرف السين؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، يوجد السين في هذا الصندوق. أين مكان حرف السين؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو مكان حرف السين. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نحن كلنا نحب أناشيد الروضة، نحن كلنا نحب، كلنا نحب، كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة.